الحق الوضع الذي يناسب مع هذا اليوم، رجاء حلقات وصفوف متساوية كما هي العادة وأحسن منها، ورجاء الاشتراك من الجميع كما أنكم قد جئتم كلكم لتشتركوا، فلا يكون مجرد حضور ولا يكون مجرد تفرج. الحسين لا يتفرج عليه، الحسين إمام الكون، الحسين خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد آبائه وبعد أبيه أمير المؤمنين وأخيه. الحسين ليس رجلا عاديا، الحسين شخصية إسلامية تستحق التقدير. أيها الإخوان، الاشتراك منكم جميعا سواء كنتم من أهل هذه الفئة أم من غيرها، الحسين محسوب على الإسلام للناس سواء. زين في هذا اليوم ستسمع تكسر أضلع الحسين، فلتسمع منكم ضربات الصدور وصرخات الحناجر وأنتم تهتفون وتضربون بقولكم يا حسين. هذا اليوم هو اليوم الأخير في لقاء الحسين مع عائلته التي ستبقى من بعده أسرة للظلمة وأسيرة للفاسقين والفجرة. فيا إخواني، في هذا اليوم اخرجوا وعبروا عن تلك الحرارة التي ما زالت ولا تزال تشتعل في قلوبكم وفي قلوب المؤمنين. فاسمعوا زينب، فاسمعوا فاطمة الزهراء، ضربات صدوركم وصرخات حناجركم. يا إخواني، في هذا اليوم العظيم هيا بنا لنسمع زينب وفاطمة. زينب شافت الميمون مجبل والقلب فرفر، زينب شافت الميمون مجبل والقلب فرفر، صاحت وين اخوي حسين عنك وقع.